تظاهرة ثقافية تقام سنويا في إمارة دبي. مهرجان دبي لمسرح الشباب والذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في الإمارة بهدف الارتقاء بالحركة المسرحية في دولة الإمارات من خلال مشاركة عديد الفرق المسرحية المحلية لتسليط الضوء على إبداعاتهم والتعرف على مواهب وإمكانيات كل العاملين على إظهار العمل المسرحي. طبعا مهرجان دبي لمسرح الشباب يعتبر منصة قوية لاكتشاف هذه المواهب اللي على أرض دولة الإمارات العربية، وسواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أرض الدولة، اكتشافهم في نفس الوقت من خلال برامج أخرى وصب هذه المواهب في المهرجانات لوصولهم لمراحل أكبر من لمراحل الاحتراف. وينتظر الجمهور في هذه النسخة تجربة مميزة من الفرجة المسرحية مع برنامج هذه الدورة التي تمنح البطولة للأعمال الكوميدية في أغلب عروضها، الأمر الذي يشكل تحديا أمام المهرجان بين تقديم محتوى هادف من ناحية ويتسم بجرعات من الفكاهة من ناحية أخرى، تتطلب الكثير من الحرفية العالية والاشتغال المتقن على كافة مفردات العروض. أكيد مهم جدا للشباب هذا المهرجان، يعني المهرجان يقام مرة في السنة، فشيء جيد أن نحن نجمع هاي الطاقات ونعطيها الأحقية بأنها هي تقدم وتبدع وتبهرنا أيضا بالإنجاز اللي يصير لها سنة بعد سنة. المهرجان في دورته هذه سيمتد لستة أيام، سيتم خلالها عرض 7 مسرحيات مشاركة في مسابقة المهرجان، إلى جانب العديد من العروض والفعاليات المتنوعة من عروض للأداء والعروض الكوميدية والارتجالية والفعاليات المتنوعة التي تدخل البهجة في قلوب محبي المسرح من الكبار والصغار. شكل هذا المهرجان خلال دوراته علامة فارقة في زيادة الصناعات الثقافية والإبداعية في مجال المسرح والفن في الإمارات، كما ساهم بشكل كبير في زيادة المواهب المسرحية إلى جانب زيادة إقبال الجمهور على مثل هذه الأعمال. عبد الله الزعبي، قناة الغد، دبي.